حتى عمرنا ترى احنا من الدنيا وما شفنا لا ميت حلوه ولا بيت ولا كل شيء الله وكيله. عمر انقضى على هذه الشاكله بين حسره المطالب ولوعه عدم الاستجابه، فكم من مناشده رفعت وما زال الحال على ما هو عليه. هذه المسنه تجاوزت 70 عاما وما زالت تنتظر وفاء وعود المسؤولين بتوفير ماء إسالة لمنطقتها حرب جنوب محافظة صلاح الدين. قالوا راح يجيكم مي أو خذوا زعم نستامين أو شيتنا كل شيء ما شفنا. الله وكيل جعلنا مرضى، الله وكيل كلهم مرضى صغير كبير من هالمي هذا الوصيخ. وعلى الرغم من معرفة المعنيين في الحكومة المحلية بواقع الخدمات في هذه المنطقة وغيرها، لم يحرك سكون عدم اكتراثهم طول المناشدات والتساؤلات، حتى بدأ الشك يدب في نفوس سكنة هذه المناطق بأنهم ليسوا بعراقيين. هذا حالنا احنا العراقيين، يعني ما عندنا مسؤول يجي يشوف حالتنا هذه، يعني بعد كيلو وين ليروح بالدبات ترسون مي، حتى عندنا ناس ماتت من وراء هذا المي، ناس تشرب من البزل وناس تشرب بعد كيلو. وين المسؤولين؟ نعاني الخدمات العامة، هاي 20 سنة احنا نعاني خدمات صفر عندنا، لا ماي لا كهرباء لا مدارس لا اي شيء. احنا نترجى من المحافظ من المسؤولين انه يلتفتون علينا ولو التفات بسيطة. احنا نريد المسؤول اللي يوفر لنا خدمات، حقوقنا مسلوبة، ما نقول احنا من الحكومة الفوق مسلوبة، حقوقنا مسلوبة من حكومتنا من سياسينا صلاح الدين. يعني الحد هذا يومك صارت التهجيرة، تهجرنا ورجعنا، اي مسؤول ما صد علينا وقال يا باش محتاجين، او منظمة جابونا قالوا يا باش محتاجين، او محافظ مررنا قال يا باش محتاجين. حقوقنا مسلوبة من قبل سياسينا اللي بصلاح الدين. منطقة حربة جنوب محافظة صلاح الدين صورة لواقع خدمي تعيشه أغلب قرى ونواحي المحافظة، ومناشدة أهلها هي مناشدة جميع تلك القرى والنواحي. من صلاح الدين فراس الحسني، قناة التغيير.